أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل وغازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أبو فهد، حياك الله وساعة المباركة، سعيد تواجدي معك خلال هذا البرنامج. عالم الرياضة ها؟ نعم، عالم الرياضة طبعا. هذه تاريخها 28 فبراير 1981. شوف الصورة، مجلة رياضية أسبوعية، أول شيء السعودية تتوج النصر ملكا للدوري، الكرة الكويتية يولد البطل في ثلاثة، الجزائر أسبانيا قريبة. صورة جميلة للفترة اللي كنا نعيشها في تلك الفترة سنة 81. هنا مباراة بين نادي الكويت ونادي القادسية، المهاجم محمد إبراهيم وليد مجبل قلب مدافع القادسية، وأيضا مبارك حامد المطيري حارس مرمى، طبعا هذا والد اللاعب نواف المطيري لاعب القادسية، الكابتن مبارك حامد حارس مرمى القادسية في تلك الفترة سنة 81. شوف الحضور الجماهيري المميز في تلك المباراة. مباراة انتهت 2-0، هدفين للدخيل وهدف كريم حربي، هدف القادسية الأول، هدف الكويت الأول، ورد عليه الدخيل بهدفين جميلين. طبعا هذا عالم الرياضة تنفرد بحديث مع محمد سوكار مدرب الجزائر. انتصارنا على المغرب لا يعني انخفاض مستوى الجار، يعني انخفاض مستوى المغرب. المغرب صحيح. الكرة تعطي الكثير واللاعب لا يعطيها شيء. الكويت مدرسة كروية حديثة، إذا وصلنا كأس العالم فإننا سنشرف الكرة العربية. قول وفعل. هذا المدرب الجزائري يتحدث. شرفوا الكرة العربية. نعم. لولا التخاذل والمؤامرة الدنيئة التي قاموا فيها الجارين أو أبناء العمومة النمسا وألمانيا الغربية، لكان منتخب الجزائري في إحدى المجموعتين، يا مجموعة فرنسا وإيرلندا أو مجموعة إنجلترا وأسبانيا. طبعا عندنا موضوع غلاف، ولو الدوري في الكويت أحلو، هذه باللهجة السورية، ولو الدوري في الكويت أحلو. طبعا لو كلمة من حرفين ولكنها قادرة على التغيير والتبديل. طبعا هذا يتحدثون في الدوري العام في الكويت دخل مراحل أبو فهد النهائية، واشتد الصراع وأصبحت الفرق تحسب حساب الأهداف قبل أن تفكر في حساب النقط. هذا بطولة السالمية 81. إيه؟ السالمية العربي، وكان القادسية أيضا منافس لآخر مبارتين تقريبا. نعم. بعد ما خسر قدام العربي 4-0 القادسية ابتعد. نعم. وصارت منافسة بين العربي والسالمية. نعم. طبعا لو حين نروح لو خسر العربي من التضامن يلحق به القادسية ويعود السالمية ليصدر قائمة الدوري. إيش رأيك؟ العربي خسر من التضامن 1-0. إيه نعم. هدف خالد شبيب، وأيضا السالمية خسر من التضامن 2-0 في هدف لفتحي كمين. هذا 1981. نعم. ها؟ لو فاز أي فريق على القادسية اطمأن العرباوية وضمنوا بطولة الدوري. القادسية خسر أمام العربي 4-0 وخسر من السالمية 2-1. نعم. لو خسر السالمية العربي أو تعادل بعد عن المنافسة وأصبح الصراع بين العربي والقادسية كالعادة. صحيح. ورغم اللو التي سيطرت على كل المباريات المتبقية في الدوري، طبعا هذا كان فعلا من دوري قوي، كان نعم منافسة كافية. لو 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 هذا أبو فهد التقرير اللي عرفناه تالي أن القادسي أن السالمية هو بطل الدوري بعد فوز على العربي في مباراة فاصلة قيمة في نادي كاظمة، وانتهت بركلات ترجيح. مباراة كانت متجهة لنادي العربي، طرد إصابة أحمد المشيمي أول 10 دقائق، دخول لاعب الناشئ باسل عبد النبي في تلك الفترة، أيضا إصابة أو طرد فيصل العصفور وتكملة السالمية آخر نص ساعة من الشوط الأول وشوطين إضافيين بعشر لاعبين، لكن فازوا بركلات ترجيح. نعم. نروح طبعا رايك نطلع فاصل يلا وبعدين نتابع بقية الحلقة. أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا، وإحنا مع مجلة عالم الرياضة سنة في فبراير 81. نعم. هذا أبو فهد أمناء سر الخليج لكرة الطائرة يحكون طباعاتهم
توحيد المسابقات الرسمية وبرنامج لقاءات مكثف لرفع المستوى. هذا الشيخ عيسى بن راشد كنا ضد وأصبحنا مع محمد حمادة وفهد الدهمش. فهد الدهمش اي نعم، هذه طبعا السعودية. اي نعم، صور لأمناء سر اتحادات كرة الطائرة بالخليج. عندنا هني كذلك أبو يوسف عبد الله وعيسى حمزة، وطبعا هذه صور ليوسف عبد الله. وفي خبر جميل تحت: منتخب الخليج لكرة الطائرة في احتفالات الكويت. علمت عالم الرياضة أن منتخب الخليج الأول لكرة الطائرة سيلعب أولى لقاءاته في بطولة الصداقة التي يتولى الاتحاد الكويتي تنظيمها خلال الشهر الحالي بمناسبة احتفالات بالعيد الوطني. هذه طبعا بالنسبة حق منتخب الخليج كرة الطائرة. فكرة كانت رائدة، ارتكبت يعني كانت جميلة يعني. نعم، هداف الجزائر الأخضر باللوبي قطع تذكرة السفر إلى دول الخليج بعد خدمة الجيش، هويته وأسئلة القراء. طبعا هذا أخي الله يعينهم لعيبة صراحة، هذا أخضر بلومي شمال أفريقيا يعني. نعم، خدمون الجيش وخدمون، ومع هذا يعني عندهم التزاماتهم، وهم في تلك الفترة يعني تقريبا شبه هواة، لا هم. نعم، هواة ولا هم محترفين. نعم، لكن الأخضر بلومي. نعم، نجم من نجوم الكرة. تكلم عنه يعني معلومات شخصية لأنه يستحق هذا اللاعب. إيه والله يستحق. يعني مواليد أبو فهد 29 ديسمبر 1958، بدأ طبعا كرة القدم عام 1973 في نادي سمباك، تابع لشركة وطنية للطحين في الجزائر. تصور فهد، وكنت ألعب يعني للصغار ثم انتقل لفريق الشباب، طبعا الأكابر كما يسمونه أهل المغرب العربي، وانتقل عام 1977 إلى نادي مولودية وهران من أحسن أندية الجزائر. ثم عندما التحق في الخدمة الإلزامية بالجيش انتقل إلى نادي مولودية نعط العاصمة التي تحتل المرتبة الثانية في الدوري لهذا العام، والفائزة بكأس أفريقيا الأندية الأبطال. والأخضر باللومي أبو فهد هو لاعب أساسي في منتخب الجزائر الوطني والمنتخب العسكري، يلعب في خط الوسط وهو هداف الجزائر وصاحب أول هدف بالألعاب الأولمبية في موسكو في مباراة الجزائر أمام سوريا، وهو بنفس الوقت صانع ألعاب للجزائر. صحيح. يقول الأخضر طبعا أن الجزائريين يلقبون بعدة ألقاب. يقول تارة اللاعب البرازيلي وكذلك اللاعب الأرجنتيني، لأن الجماهير الجزائرية تحب الكرة البرازيلية والأرجنتينية اللاتينية. يعني سجل حياة الكروي حافل بعدد المباريات الرسمية التي يبلغ عددها 30 مباراة دولية. طبعا يقول أفضل اللاعبين برأيه في المغرب طارق ذياب للعبة الفني وكونه لاعب متكامل يملك إمكانيات. أما على الكرة الكويتية قال أنا ما أعرفها، ولكن شاهدت الفريق الكويتي على التلفزيون في موسكو وأعجبت جدا باللاعب سعد الحوطي. صحيح، تابعه في التلفزيون في دورة ألعاب الأولمبية في موسكو. قال ويعجبني اللاعب دهمان من الفريق السوري. ويقول أخضر أن فريق الجزائر الوطني هو أفضل فرق العربية بكرة القدم بعد تونس، وبفضل الاحتراف للاعب الكرة. طبعا هذا قارئ من بين 4000 يفوز بجائزة نجمنا جاسم يعقوب. ايش رايك وفايد؟ هنشوف الجائزة شلو. نشوف الجائزة بس. هذا طبعا الذين يحبون جاسم يعقوب كثيرون وفي الكويت وخارجها، فلقد بلغ حجم الرسائل الواردة إلينا 4000 رسالة. شوف حق جاسم يعقوب. استاهل مرعب. وفيها الأجوبة على الأسئلة اللي طرحها جاسم يطرح سؤال 4000 واحد ردوا عليه مكاتيب وقتها مكاتيب وفايد. ما في اس ام اس. لي ومن بين 500 رسالة أجوبتها كانت صحيحة. 500 من كم؟ 4000. من 4000. وبإجراء القرعة فاز القارئ شكري صالح بجائزة جاسم يعقوب. فعل القارئ طبعا اتصال بكذا كذا كذا. أما الإجابة طبعا على الأسئلة التي وجهها يعني هذا التجوري، خل نروح إلى التجوري. أنا شفت صورة أبو فهد صراحة عجبتني، هذه اللي هي صورة الغلاف، هذه النصر السعودي، السعودية تتوج النصر بطل ملكة للدوري، بطل الدوري السعودي. أعزائي المشاهدين، مع الصورة الجميلة اللي اختارها لنا أبو غازي نصل لنهاية حلقتنا. تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد العبد الجليل. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.